اهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم غراتان ديال الكفته وبطاطا ولا كوزاميا، كتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير وبسرعه كتوجد. 10 دقائق ها هي واجده، تقدروا توجدوها للغدا ولا العشاء. لكن اول مره كتزوروا القناه ما تنسوش تشاركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد من الوصفات والفيديوهات ديالي. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو. وبالنسبه لاول حاجه غادي نبدا بها، هنايا عندي البطاطا. انا خديت هنا 5 ديال البطاطات اللي متوسطين في الحجم. وبالنسبه للكميه ديال البطاطا كتبقى على حسب الافراد ديالكم، الا كانوا كثار غادي تكثروا اكثر من هادشي، كانوا غير جوج ديال الاشخاص ولا ثلاثه غادي ديروا هاد الكميه اللي درت انا. مهم بطاطا راني صايبتها هكذا على شكل فريز ونديروها في هاد الطنجره هادي. غادي نضيف عليها واحد شويه ديال الملحه فاش تسلق ما تجيناش مسوسه صافي. وغادي نشعل عليها البوطه، غادي نخليها تسلق غير شويه ماشي بزاف. هنا شديت الكفته، كان عندي واحد شويه في الكونجيلاتور وشويه عادي، ضفت عليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الزعتر وشويه ديال البزار. غادي نضيف شويه ديال زيت نباتيه وصافي. غادي نوضعها فوق النار حتى تشحر مزيان وطيب لينا هذيك الكفته. هنا بطاطا راه تسلقات، درتها في لاطه ديال الفرن ودهنتها بشويه ديال الزيت صافي. غادي ندخلها للفرن باش تحمر. هنا الكفته راه قريبه طيب. دابا غادي نوجد صوص بيشاميل، عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، غادي نضيف عليه الدقيق ولا مايزينا اللي متوفر عندكم. انا هنايا ضفت غير الدقيق، ضفت جوج معالق كبار. غادي نضيف واحد شويه ديال الزعتر فقط، نص موبي، راه كيجي زوين بزاف الصراحه. وغادي نضيف واحد شويه ديال البزار، ما تكثروش بزاف باش ما تجيكمش البيشاميل ديالكم كحله. مهم وغادي نضيف شويه ديال الملحه غير شيشه باش ما تجيناش البيشاميل مالحه بزاف. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان. مهم راه غادي نضيف الزبده حتى هي، خاصكم ضروري انكم تخلطوا بالتراب ولا بفورشيت ولا بشي حاجه باش ما يبقاش لكم هذوك التكتلات ديال الدقيق. هنا ضفت تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده صافي. وغادي نوضعهم فوق النار، الزبده راه غادي تذوب بالحراره ديال الحليب. المهم كيكون صوص بيشاميل ديالنا وجد، كيجينا على هذا الشكل صافي. هنا خديت هذا المول، هذا المول الزجاجي هو باش غادي نخدم صافي. خديت صوص بيشاميل، غادي نوزع طبقة أولى ومن بعد غادي نوضع عليها البطاطا. كما كتشوفوا الفريت راه فاش دخلتها الفران راها تقرمشات مزيان مزيان الصراحة، راه كتجي غزالة والله. المهم غادي ندير الطبقة الأولى ديال الفريت بهذا الشكل. وغادي نعاود ندير غير شويه ديال صوص بيشاميل، ما نكتروش بزاف، انتما الفيديو راه واضح. هنا غادي ناخذ الكفته حتى هي، غادي نوزع واحد الطبقه اللي خفيفه المهم. ما كانش عندكم نتوما الكفته غادي ديروا طروفه ديال الدجاج، طروفه ديال اللحم اللي كان عندكم، راه نفس الحاجه صافي. غادي نعاود ندير شويه ديال صوص بيشاميل فوق الكفته. المهم انا راه ما كثرتش بزاف، يعني هذه راه اقتصاديه ماشي زعما ضروري بزاف ديال الكفته وهذا باش تصايبوها، لا عادي يعني الكميه اللي كانت عندكم. غادي نعاود ندير بطاطا، ندير طبقه اخرى ديال البطاطا. الا بغيتو ديروا نتوما طبقه ديال البطاطا، طبقه ديال الكفته وطبقه ديال البطاطا وعاد صوص بيشاميل ديروها، فهمتوني؟ المهم انا قسمتهم صافي. غادي نعاود ندير شويه ديال الكفته من الفوق هكذا. وصافي اخر حاجه غادي نديرها هي غادي نعاود نخوي صوص بيشاميل من فوق هذا الشيء ونحاول نقادو مزيان، نقاد طبقة ديال صوص بيشاميل باش هكذا تجينا مقادة من الفوق.
انا مبغيتش نقطع الفيديو باش يبان لكم كل شيء واضح. خليت الفيديو كما هو صافي. نايم مليو زيت طبقه ديال صوص بيشاميل. غادي تاخذوا الفرماج اللي عندكم. انا هنايا عندي الفرماج الاحمر، الا كان عندكم موتزاريلا ديروه. صافي غادي نوزع طبقه ديال الفرماج، نحاول نقادو مزيان مزيان عاد باش نعاود ندير طبقه اخرى باش هكذا يجينا الفرماج حتى هو في طبقه متساويه. صافي هنا ملي ساليت غادي ندخلها للفرن وفاش طاب ان شاء الله نرجعو. واخيرا من بعد ما جبت الكغاتان ديالي ولا الكوزانيه من الفران، كيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي. كيف الشركة دي رائعة بزاف في المنظر ديالها، وحتى في المذاق كتجي معلكة وبسرعة كتوجد. يعني 10 ديال الدقائق هي الكغاتان ولا الكوزانيه ديالكم واجده، كتاخذ لينا وقت اللي كبير، والصراحة تستاهل انكم تجربوها. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تبخلوش عليا بلي لايكات ديالكم وباشتراكاتكم في القناه. وهنا غادي نقول لكم السلام عليكم. الفيديو كيكون سهله، نتلاقاو في فيديو اخر مع وصفه اخرى.